رأى سيدنا نوح ابنه وهو يغرق السفينة، رأى لا من كرم الله رأى حينما دع قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع بدأت الايه السفينة تتحرك، بدأ الطوفان ايه يعمل، فالطوفان لسه في بدايته، فقال سأوي الى جبل، في جبل عاده انا اطلع فوق خلاص، سأوي الى جبل يعصم من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموت. هذا هو اللطف الالهي، يا لطيف، هذا هو اللطف الايه، كي لا يرى نوح ابنه ويغرق، لان امره صعب، يعني كفى ابتلاءات، وابتلي بقوم، وابتلي بزوجه، وكمان وابتلي بابن كافر، وكمان ربنا من رحمته به عشان ما يرى ابنه، ما يرى ابنه وهو يغرق، هكذا سبحان الله. وذا قال العلماء ان من قاس بعقله ضل، فمن اراد ان ياوي الى جبل عقله اغرقه طوفان الفساد والانحراف. جميل هذه المقوله مره ثانيه، يعني مره ثانيه، لا انا محافظها يعني لا بلغه ألملمها. نعم. يعني من اعتمد على عقله الى جبل عقله، اوى الى جبل عقله ظنا منه ان هذا سيبعده عن طوفان الفساد سبحان او طوفان الاهلاك، فسوف يغرق لانه اعتمد على عقله فضل. يعني تقول انا اروح لهذا المخبأ او لهذه هذا المكان، او انا اخترع القصه دي، او اعمل الحكايه دي، او انا احافظ على نفسي، او اعرف لا 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 انا يقول لك انا ايه، انا ما شاء الله اختي دي او بنتي دي ما شاء الله احطها وسط 100 راجل، يا عم ايه وده ده زميلها في الجامعه، يا راجل ده لو شافها حاليا يغطيها يا راجل، خلي عندك امر يعني سبحان، تقارن بينه وبين سيدنا عثمان لا يا نائله، ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرات اجنبيه، أين الغيرة؟ يا سلام، أين علة الغيرة؟ المهم حال بينه والموت، فكان من المغرقين، وصلت إلى جبل الجودي سواء في العراق أو في غير العراق ما يهمناش الأسماء، خلاص الأماكن. سيدنا نوح بالقلب المكلوم، ربي النبي اللي من أهلي، وهذه جملة خبرية، هذه جملة خبرية صح ولا لا؟ صحيح. من أقرب الناس إليه؟ صحيح. ربي النبي من أهل، وإن وعدك الحق. شوف التودد إلى الله. أنت حتى رب، وأنت أحكم الحاكمين. هذا أدب النبوة. أحكم الحاكمين. شوف أدب النبوة. لم يقل غفور رحيم. لا 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 أدب لا. لأن سيدنا أيوب لما ابتلي قال ربي إني مسني الضر. ها. وأنت أرحم الراحمين. يعني إيه؟ ما اقول ايه رب اني مسني الضر فاكشف ما بي من ضر، لا وانت ارحم الراحمين، انت تدري لو كانت الرحمه ان ابقى مريضا فلابقى مريضا، او ان تشفيني فتشفيني، الامر عندك موافق انت. الامر عندك انت مش عندي انا مش يعني سيدنا نوح اعرب عن رغبته واوكد الامر لله سبحانه وتعالى، وانت احكم الحكيم، زي سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عباد، وان انا لا دخل لي بالمساله، في ادب، هذا هو الادب، هذا هو ادب، واعلى ادب هو ادب النبوه، لأن أدبكم ربه بأدب سبحانه وتعالى. وإن وعدك وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. شديد، هذه صدمة، شديد يا الله، إنه ليس من أهلك. فيظن نوح أن ابنه يكون مش ابن شرعي ولا غيره، لا حاشاه، إنه عمل غير صالح، هذا هو سبب عدم الأهلية، نحن اهليتنا بالعمل الصالح. وفي روايه في قراءه انه عامل، قرات ابن عباس انه عامل غير صالح. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. كيف انت يعني تنصبه الى اهليتك؟ هو كافر. اهلك الرجل الغريب هذا اللي جالس. هذا حكم السماء فضل الله. ارحم طبعا. لا شوف رحم الدين اقوى من رحم النسب. ولكن سيدنا نوح كان يعلم هذا وقال ربي ان ابني من اهلي. عظيم عظيم، لان ابني انا الذي انجبته وقطعه مني وفرثه كبدي. لم يساله عن زوجته. لا 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 لا، هو سال ابنه لان ابنه اقرب اليه سبحان الله. وبعدين لعل وعسى يجد فرجه سبحان الله. سبحان الله. وانت احكم الحاكمين يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عامل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فاستغفر، يعني لم يمررها الله سبحانه وتعالى لاجل نوح، لا لخاطر لا نوح، لا 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 هلا مش بشفاعات نوح مثلا ابو لهب، وسوف ناتي عندما اراد يعني جاته حميه مره كده يعني انه يدافع عن ابن اخيه سيدنا محمد بعد موت ابي طالب، قال يعني حميه اخذته كده، وجدت ابو جهل يسيء الى الرسول، واميه بن خلف يسيء الى الرسول، هل انا احمي؟ لانه هو ابو لهب سوف يخفف عنه العذاب، سوف ناتي في دركات النار كل يوم اثنين. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولد وراحت الجارية تبشره إن أخاك
عبد الله ما هو عمرو بن شقيق صحيح ابو جهل بان اخاه المتوفى قد انجب غلاما فاعتقها فرحه برسول الله فيخف عنه العذاب يوم كل يوم اثنين بهذه الفرحه. لا يتوفى لا يضيع لا يضيع لا يضيع شيء عند الله. لا سبحان الله يوفى اليكم اعمالكم توفى اليكم وانتم لا تبخسون ولا تظلمون ولا تظلمون ما فيش بخس عند الله عز وجل وان تكن مثقال شيء كده سبحان الله بسيط. ف سيدنا فابو لهب حب يدافع فجماعه من المجرمين دايما المجرمين ما يسيبوش المجرم يتوب. صحيح. فاساله عن اخيك ابي طالب اين ذهب؟ اسال من؟ روح اسال ابن اخوك ده اللي بتدافع عنه محمد قول له عمك ابو طالب لما مات راح فين؟ قال له عمي في النار. قال عمك في النار وقد دفع والله لا ادافع عنك ابدا عشان يغلق عليك ما في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يغلق في وجه الباب. لا اله الا الله والعياذ بالله. لما ربنا سبحانه وتعالى في عباد سبحان الله العظيم ثلاثه جاءوا الى مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام فجاء احدهم فجلس امامه بين الصفوف والاخر تواضع وجلس اخر الصف والاخر مشي فقال صلى الله عليه وسلم اما الاول فقد اقبل فقد اقبل الله عليه واما الاخر فتواضع فرفعه الله عز وجل واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. يا الله يا اخوك ادخل في السحمه صحيح ادخل يا شيخ الركاب لا اله الا الله استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فاغرقت كل البشريه الكائنه على وجه الارض ما عدا هؤلاء السبعين الذين نجوا مع نوح ومنهم تناسلت السلالات بعد ذلك 70 ولا 80 او يعني في العدد القليل هذا كان سيدنا نوح مرسل للناس كافه انذاك؟ لا لا كل رسول يرسل الى قوم فقط ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدايه كان هناك اقوام مع قوم سيدنا نوح اقوام اخرى غير قومه؟ لا ما هو الله عز وجل لا يعذب حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهو ارسله الى هذه القله الموجوده في العالم ثم كل رسول بعد ذلك لا لا انا اتسال فضيلتكم يعني سيدنا نوح لما قومه كانوا كل البشريه كان في ناس في امريكا لا لا لا, لا كان كل البشريه كان كل البشريه في الاسكيم لا 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 ما تناثرت البشريه بعد اذا هذا الطوفان اهلك البشريه اهلك البشريه الموجوده الا مع سيدنا نوح بس ومنها تناسلت بعد ذلك السلالات الصالحه التي عاشت سنوات استقامه على طريق الله من هذه القله من هذه القله سبحان الله طبعا الله عز وجل ومنها جاء كل هذا الفساد ما الله اكبر سبحان الله يا ابني برتقاله واحده تفسد الصندوق كله لا حول ولا قوه سبحان الله لا لا نعم طب ليه ما اغرقهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان تحديدا البشريه في بدايتها لا تهتم الا بالحركه العنيفه فقضيت ان هم يكذبوه ويزدجروه ويشتموه ويتهموه بالجنون ويسلطوا على زوجته فسبحان الله هذا يعني عايز اقول ايه التمرد الشديد لا يكون الا بان يغرقوا لانهم اغرقوا انفسهم في المعاصي وما وصلوا الى ساحل السلامه فجاءتهم الندامه. ما ذنبهم؟ انهم كفروا بالله كذبوا رسول الله الذي يعني ظل معهم الف سنه الا 50 عاما ما ايقنوا ان للكون رب يجب ان يعبد. سلم يا رب. وهكذا ينطلي على كل قوم يصنعون صناعتنا قوم نوح صحيح على هذا يكون القياس من يكذب ومن لا يؤمن صنعها تمام. القوم الجماعه الاخرى الجماعه الاخرى والعياذ بالله رب العالمين مثلا ناخذ اصحاب الاخدود طيب ما الاخدود اولا؟ الاخدود هو عباره عن حفره كبيره اوقدت فيها نيران ووضع فيها من يؤمن بالله سبحانه وتعالى الآن في تعذيب وفي زنازين وفي نفس القضية أخدود حفرة في الأرض يوضع حفرة كبيرة يوضع فيها كل من لا يؤمن أن هذا الملك الذي كان يحكمهم في هذا الوقت هو الله نريد القصة إحنا يهمنا لأن كثير من أبنائنا وبناتنا يشاهدوننا فهي قصة الشاب الصالح أو الفتى أو الغلام الصالح صحيح. الذي عليه أساس القصة صحيح وده المغزى صحيح هذا هو المغزى انا ملك من الملوك ما يهمنا في اي زمن ما يهمنا الناس يعبدونه والعياذ بالله من دون الله عنده ساحر يتحكم في مقادير الناس ويخفهم عن طريق هذا الساحر فكبر الساحر في السن فالملك يعني عرفه او يعني اوعز او امره ان ياتي بغلام ليدربه يكون يعني بديل له اذا مات
عشان الشر يتواصل.